الاول هذه النقطه الاولى. الثانيه وهذا تكلمت فيه انا تو اول مره باش نتكلم فيه. نقول انا يا ناس كي انت ما عادش يتماشى معاك المدرب وعندك اختلاف في الرؤى بينك وبينه في التصورات وتعرفوا مش رجل المرحله لا حمله ولا تقولوا لي ما قالوش ولا تعملوا لي ما عملوش ولا تشكوا سامحني تشكوا في الـ في الـ في الـ في الـ القيمه الفنيه نتاعو نجيبكم طريقه حذريه. انا نقول حاجه برك وقت الملاعبيه مركاو البونتو الثاني في ماتش زرزيس وجاو جاو شنو الانتربريتاسيون اللي صارت؟ لا الانتربريتاسيون كانهم مش يعملوا ضغط على هيئه. يا ناس احنا كرة قدم خاصة في المستوى العالي راهي تمر الرسائل على مستوى القيم. هذيك اعتراف للمدرب ماشي قاعد مش اللاعب اللي يخلي المدرب مش الملاعب اللي يحكم. الملاعب راهو شهر كيفو كي المدرب يا خو ياكل في خبزه اليوم معاه زايد وغدا معاه عامر. لذلك وقتك الحركه هذيك الانتربريتاسيون اللي قالوها هذوما المربين معناتها هذا كيفاش مش غدوه تعطيه مجموعه يدربها شنو هما القيم اللي نتكلموا احنا شكون يعطي القيم للاعبين.